اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نتعرفوا على موقع يمكن نشريو منه بطاقه افتراضيه من خلال العملات الرقميه بدون تفعيل الحساب، بدون جواز سفر ولا وثيقه للهويه. كذلك يمكن نربحوا من خلال هذا الموقع عبر رابط الاحاله. كل هذا واكثر ان شاء الله في الفيديو. مسوش اشتراك في القناه، تفعيل الجرس، لايك وكومنتير، وخلينا نبداو. مرحبا بكم من جديد. كما تحدثنا في بداية الفيديو، منصة لشراء بطاقة افتراضية عبر العملات الرقمية، المميز فيها بدون تفعيل الحساب. منساوش اشتراك في القناة، تفعيل الجرس، بيصلكم كل جديد يخص العمل اللي بربح مترين قناة على مامين. واللي عنده استفسار أو تساؤل يجب يتواصل معنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، رابط القهوة في صندوق الوصف. خلينا الآن نتوجه إلى المنصة. المنصة هي PST لشراء البطاقات الافتراضية وشراء عبر كل المواقع الموجودة عبر الانترنت، حملت اعلانية على الفيسبوك، على التيك توك، على جوجل وغيره. نشوفوا عدد الزيارات لموقع PST. كما قاعدين نشوفوا 300 زيارة والناس قاعدة تستعمل فيها وتستعمل في البطاقات. هناك العديد من صناع المحتوى حكاوا على هذه المنصة لشراء البطاقات، كما قاعدين تلاحظوا تيك توك، جوجل ادس، فيسبوك وغيره، وبلاي ستور كذلك يمكن تستعملوا هذه البطاقة. رابط التسجيل تلقاه في صندوق الوصف، وكذلك في أول تعليق مثبت كنت أنا كاتب مقالة تلقاه رابط التسجيل، طرق الربح وطريقة الاستعمال وكيف تستغل هذه البطاقة. تضغط على كلمة سانسكرير، بطبيعة الحال يمكن أن تغير اللغة إلى الإنجليزية إلى أي لغة موجودة في الموقع. تضغط على سانسكرير وإنشاء حساب. هنالك طرق عديدة لإنشاء الحساب عبر حسابك على جوجل وإلا الواتساب، تيليجرام، أبل، وإلا التسجيل العادي عبر البريد الإلكتروني. تخلي البريد الإلكتروني الباسورد، إعادة كتابه الباسورد، توافق على الشروط، لكن هنالك دول محظورة تجم تكتشفها. بعد ذلك تضغط على سانسكرير وتدخل إلى حسابك بدون تفعيل. ندخل الآن إلى حسابي ونشوف أكثر تفاصيل. كما قلنا طريقة الإيداع عبر USDT، البيتكوين، والعديد من الطرق. نشوف طريقة الإيداع. تضغط على هذا المكان top up account. عندك أول طريقة واللي هي الطريقة المناسبة حسب ما تواصلت مع الدعم، اللي هي USDT TRC20، هذا المحفظة الخاصة بهم ترسل لهم. كما قاعدين تشوفوا معليك إلا تدفع $50 فما فوق حتى لا يتم اقتطاع $5. هذه معناتها ملاحظة مهمة. وطرق الدفع الأخرى والإيداع، البيتكوين، الإيثيريوم، وطرق دفع مختلفة من بينهم الباير، سكريل، بيرفكت موني، وبني. لكن معليك للتواصل مع الدعم وتشوف في ذلك الوقت يسمحوا بالإيداع عبر هذه الطرق نعم أم لا. هذا بالنسبة لطريقة الإيداع. تشوفوا البطاقات، هنالك النوع هذا هذه أفضل بطاقة موجودة في موقع PST. عليك اللي تضغط على كلمة order، وإلا كانك تحب تعمل بطاقة مختصة في الإعلانات، مختصة إعلانات فيسبوك ولا تيك توك ولا جوجل، عليك اللي تشوف الأنواع من هذه البطاقات. احنا نضغط على كلمة order، لكن قبل ما تطلب البطاقة باش تطلب منك فقط انك تختار الدولة، تخلي الفيرست نيم اللاست نيم، وتخلي تاريخ الميلاد، وتضغط على الاستمرار. به هذوما الرسوم. هنالك رسوم أسبوعية أو شهرية أو سنوية كما تريد، يعني كانك باش تشتغل فترة طويلة إعلانات، من المستحسن أنك سنويا تختار ماستر كارد وإلا فيزا كما تريد. وأقل إيداع هو $50 حسب ما هو مكتوب. ننزل إلى الأسفل، هنالك برومو كود، تنخلي لكم أنا برومو كود الخاص بي في هذا المكان في المونتاج تنظيفها، وتضغط على هذا المكان وتضغط على استمرار. بطبيعة الحال تشوف بعد ما انت عملت ايداع في الموقع ترسل لهم الاموال وتأتيك البطاقة. هذه البطاقة شباب، وكما قلنا تستعملها في كل مواقع الشراء عبر الانترنت. نشوفوا كذلك هذه البطاقات الاخرى، مع كما قاعدين نشوفوا هذه الأنواع المختلفة والعديد من الأشياء موجودة.
على قد ما تاخو أعلى تقييما، وإلا مع اللارج مع الأموال تكون أكثر بطبيعة الحال، على قد ما تكون ميزة أكثر. مع في هذا المكان ديبوزيت 6%، لكن في اللارج 4%، هنالك كاش باك، يعني الأموال اللي تدفعها على الإعلانات تأتيك مع كما نقولوا استرداد للأموال. معناتها أنت تدفع كما نقولوا 100 دولار ترجع لك 3 دولار، هذا كما غادي نشوف، ويمكن أن تقوم بإنشاء 100 بطاقة. نضغط على الشوز على سبيل المثال وتقوم بعملية الإيداع. كانك تحب تاخذ بطاقات معناتها بكميات كبيرة، ما عليك إلا تفعل حسابك، لكن البطاقة الواحدة بدون تفعيل الحساب. هذه البطاقات تجم تشوفوا كل التفاصيل. هنالك شيء آخر يمكن أن تربح من خلال الموقع عبر فور فريندز، نضغط عليها وتلقى رابط الإحالة. هذا رابط الإحالة تنسخه وتروج على أوسع نطاق. وكذلك هنالك برومو كود، هنالك تخفيضات للناس اللي باش تشتري من خلالك. كما قاعد تلاحظوا اب تو 90% اوف بروفيت، معناتها يمكن تحقق ارباح اكثر من 90%. هذه طريقة الربح من موقع بي اس تي، ان شاء الله يكون يساعدكم الموقع. صحيح هنالك اقتطاعات، لكن فيه مميزات تجمو تكتشفوها بانفسكم شباب. نلتقي ان شاء الله في منصات أخرى ومواقع ومجالات جديدة للعمل والربح من الإنترنت. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.